باش المرشح يقوي الحظوظ ديالو خصو يكون مستعد لاجتياز مقابلات العمل. في هذه المرحلة شنو هي أحسن طريقة للتحضير وشنو هي النقاط اللي خاص المرشح يركز عليها؟ منين كنا غاديين لونتروتيان ضروري نعرفوا أربعة ديال الحوايج اللي مهمين. الحاجة الأولى دائما خصنا نكونوا غاديين وحنا مرتبين أفكارنا وعارفين شنو باغيين نديروا من خلال هذه المقابلة هذه. لهذا قبل أي مقابلة عمل خصنا نوجدوا الأجوبة للأسئلة اللي كتطرح عادة. أول حاجة خصنا نعرفوا نقدموا نفسنا بطريقة واضحة. ثاني حاجة خصنا نكونوا عندنا معلومات كافية على الميدان اللي كتشتغل فيه هذه الشركة ولا القطاع اللي كتشتغل فيه. بفضل هذه المعلومات تنقدروا نعرفوا الحاجيات والمتطلبات ديال الشركة وكذلك المحيط اللي كتشتغل فيه، وهذه هي في حد ذاتها قيمة مضافة كبيرة. ثالثا خصنا نكونوا كنعرفوا المعلومات الكافية على الشركة اللي غادي تجعلنا باش نكونوا مرتاحين في اللقاء ديالنا. قدومنا لمقابلة العمل دون معرفة كافية للشركة تعتبر خطأ مهني. بالمقابل إلمامنا بهذه المعلومات تأكد المشغل اهتمامنا بالشركة. وأخيرا خصنا نكونوا عندنا المعلومات كذلك الكافية على ذاك البوست اللي غادي ندوزوا عليه هذا اللقاء وكل ما كيتعلق به من الخصوصيات. بهذه الطريقة تنبين المشغل أننا عارفين بالضبط انتظاراته بالنسبة للمنصب الشاغر، وبأننا عندنا المؤهلات والكفاءات اللازمة للقيام بالمهام المطلوبة منا. فرصة سعيدة وكنضرب لك موعد إن شاء الله قريب. إن شاء الله.